بسم الله والحمد لله، نواصل الكلام في كتاب علوم الروح. خامسا، الحياة السلبية. أصحاب هذا الشكل من الحياة هم كينونات وهويات معزولة ليست من عالمنا الذي هو أكثر كثافة، البعد الثالث. والغالب من هذه الهويات يأتون من أبعاد أخرى وعوالم تشكلت على صورتهم وتشكلت على تصورهم الشيطاني، والكثير منهم لا يستطيعون التشكل على هيئة مادية على الأرض والبعد الثلاثي، فيضطرون إلى خبط مس والدخول في أجساد إنسية وحيوانية وقهر النفوس الأصلية لهذه الأجساد لاستعمالها كمركبات أي عربات للتنقل والعمل. فهم طفيليات تتغذى على الطاقات وأجساد المخلوقات الأخرى من أجل إرضاء هواها ونفوسها الشريرة أو خدمة لأسيادهم، وهم على العموم خطر على الروح والنفس والجسد. هم خطر على الجن والإنس الذين هم مكلفان من الله تعالى بالعبادة. فنحن المؤمنون المسلمون أمة واحدة بإنسنا وجننا، وهذه الهويات تأتي غالبا من البعد الرابع والله أعلم. ومن بين هذه الهويات المتشيطنة لا أقصد العرق، بل بعض العناصر من هذه الأجناس والأعراق، أقول منهم الزواحف والرماديون والآنوناكي المؤتفكات والليريين والزيطة والأسياد لمتر، ومنهم لوسيفر وعزازيل أي الساطان أو الشيطان الله أعلم. وهي أرواح شريرة نازلة في الدركات في البعد الثالث والثاني والأول، أرواحها منكسرة ومتفتتة. والله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد، وليس كما تريد هذه الشياطين من قلب الآية. فجعل الله تعالى عز وجل ثالث ثلاثة وإبليس واحد، لا هناك ثلاث أباليس، هم أكبر هذه الشياطين، وهم العقبة الصغرى إبليس الملائكة لوسيفر الحارث، والعقبة الوسطى إبليس الجن عزازيل، والعقبة الكبرى إبليس الإنس قابيل المسيح الدجال والله أعلم. وهذا سر المثلث الذي يرسمونه، الذي له ثلاث أضلاع، ومنه الذي هو على شكل هرم. ومنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أجاءك شيطانك؟ قالت: أو معي شيطان؟ قال: لكل إنسان قرينان، أحدهما من الجن والآخر من الملائكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي المناسك الحج نجد تلك الرموز التي تم تغطيتها، لوبيليسك والمسلات الثلاث، العقبة الصغرى، العقبة الوسطى، والعقبة الكبرى، هي لهذه الهويات لرجمها. فسبحان الله، رسول الله هدم كل الأصنام التي كانت في مكة يوم فتح مكة، وترك إلا هذه الثلاثة لترجم، لكنها الآن مغطاة، وتم نصب مسلة جديدة على جبل عرفات والله أعلم بالحقيقة. وعندما خلق الله تعالى آدم عليه السلام أمر الملائكة بالسجود له، سجود إجلال لا عبادة، لكن لوسيفر الحارث الذي كان من الملائكة وعزازيل الذي كان من الجن كان مندمجين في جسد واحد ونفس واحدة خبيثة هي إبليس. فرفض إبليس السجود لآدم، وبعد إهباطه إلى الأرض فهما يفترقان تارة ويندمجان تارة فيما يسمى بالاندماج الجبتي، وتارة بالاندماج الطاغوتي عندما يندمج الشيطان إبليس الثالث وإبليس الإنس قابيل المسيح.